السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الخاصة بشأن أبرز ما أورده تقرير معهد نيو لاينز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية عن هيمنة وسطوة الميليشيات في العراق، وكيف أن إيران استخدمت هذه الميليشيات للسيطرة على منطقة استراتيجية تربط العراق بسوريا عبر التلاعب بملكية الأراضي في منطقة سهل نينوى والسيطرة على أوقاف سنية في مدينة الموصل بهدف إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة. مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء أكثر حول هذا الملف وبشأن هذا الموضوع، نرحب بالأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي معي في الاستوديو، وأيضا عبر الهاتف من عمان الدكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي. أهلا بضيفي الكريمين. نذهب الآن مشاهدينا الكرام إلى تقرير ثم نعود. تغلغل متزايد للميليشيات المرتبطة بإيران في مؤسسات الدولة في العراق بما فيها الأمنية، هذا ما تؤكده الدراسة التي أجراها معهد نيو لاينز الأمريكي حول كيفية إنشاء الميليشيات نظاما جديدا للسيطرة على منطقة استراتيجية تربط العراق بسوريا. وتؤكد الدراسة الأمريكية أن محافظة نينوى هي إحدى الأهداف التي ستمكن إيران عن طريق ميليشياتها من التمدد عبر بلاد الشام إلى البحر المتوسط، حيث سعت الميليشيات لفرض هيمنتها على جميع القطاعات الأساسية في المحافظة عبر التلاعب بملكية الأراضي في منطقة سهل نينوى وتوزيعها على عناصرها، إضافة إلى سيطرتها على قرى بأكملها ومنع سكانها من العودة إليها. ولعل ما يجري من اغتصاب للأوقاف السنية في مدينة الموصل وتحويل ملكيتها إلى ديوان الوقف الشيعي تحت إشراف الميليشيات مثال واضح على ما يجري من تغيير ديموغرافي متعمد في المدينة. الدراسة تطرقت أيضا إلى سيطرة الميليشيات على أكثر من 72 حقلا نفطيا في منطقة القيارة جنوب الموصل وسرقتها لحوالي 100 صهريج نفط خام يوميا، إضافة إلى مئات الآلاف من الدولارات التي تحصل عليها الميليشيات من الابتزاز عند نقاط التفتيش غير القانونية التي أقامتها في جميع أنحاء البلاد، ناهيك عن الإتاوات التي تحصل عليها تلك الميليشيات من أصحاب المطاعم والمحال التجارية في الموصل وغيرها من مدن العراق والتحكم بقطاعات الصحة والتعليم والعقارات والبناء، والقائمة تطول. معهد نيو لاينز أكد بوضوح في دراسته أن الميليشيات الموالية لإيران في العراق أصبحت تشكل دولة موازية أساسها الاقتصاد السياسي الذي ينخره الفساد في ظل التواطؤ الحكومي والعجز عن مواجهتها، وذلك بعد أن بسطت هذه الميليشيات هيمنتها على المناطق المنكوبة وعاثت فيها خرابا ودمارا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نبدأ تغطيتنا الآن مع الأستاذ حسين السبعاوي. أكرر لك التحية مرة أخرى أستاذ حسين. نبدأ من كشف التقرير معهد نيو لاينز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية عن ميليشيات تتلاعب، الميليشيات الموجودة الآن في محافظة نينوى وتتلاعب بالملكيات العامة والخاصة للأراضي في المحافظة. يعني إذا كان العراق بكل مقدراته الآن هو خاضع لسيطرة هذه الأحزاب وهذه الميليشيات، لماذا يتم التلاعب الآن بالملكيات الموجودة في محافظة نينوى؟ ما الهدف من وراء ذلك؟ يعني هو الهدف طبعا بالتأكيد تغيير ديموغرافي، الهدف تهجير أكبر عدد من السكان، لكن تحديدا في قضية سهل نينوى اللي ذكرها التقرير. نعم. عام 2016 أصدر مجموعة من أعضاء الكونغرس جمهوريين وديمقراطيين. نعم. في عهد حكومة أوباما بمشروع فصل سهل نينوى وجعله محافظة مستقلة. نعم. طبعا هو كيف يتم الفصل؟ الفصل وليست مجموعة أدوات كراتين نفصلها بعضها. نعم. عن بعض. نعم. هذه محافظة مدينة منسجمة منذ آلاف السنين. نعم. لا يتم الفصل إلا بأدوات قذرة مثل هؤلاء. نعم. إحداث مشاكل، قضايا إرهابية، وجود ميليشيات، لا توجد مؤسسة رسمية تستطيع أن تحدث ما يقوم به هؤلاء. فبالتالي كل ما يجري هو بناء على مشروع أمريكي لصالح إيران. نعم، إيران مستفادة هي الأكبر من هذه المشاريع، ولكن الرعاية أمريكية والتخطيط أمريكي. نعم.
واليوم عاد بايدن عندما كان نائب الرئيس ونفس المشروع يحمل. فبمعنى احنا امام منظومه متكامله. بس سؤال استاذ حسين، نعم. ما مصلحه الولايات المتحده في ان ترعى او تدعم مشروعا يصب في الغالب لمصلحه ايران؟ اول مصلحه هي اولا تفكيك العراق بادوات ايرانيه. ايران ليست عدو الولايات المتحده حتى نحن يعني نعيش هذا الحالة وهذا الصراع الذي الإعلامي الذي عايشين العالم العربي به. إيران ليست عدو، إيران حليف للولايات المتحدة وخصوصا في قضية العراق. لم يحتل العراق إلا بالتعاون الأمريكي الإيراني، وهذا ما صرح به المسؤولين. أنا إذا ما أخرج من هذا القصة كليتها راح أبقى أدور بدوامة أنه إيران والولايات المتحدة أعداء وأمريكا ما تعرف إيش دا يصير، ما تعرف أمريكا إيش دا يصير، كل ما يجري هو تخطيط أمريكي. وقضية سهل نينوى أنا ذكرت لك يا عام 2016 اليوم جو بايدن المشروع سيمضي قدم على قدم وساق. هذه المواضيع وهذه المشاريع الانفصالية وهذه المشاريع التدميرية تحتاج إلى وقفة كبيرة جدا من قبل الشعب ومن قبل المجتمع الدولي. واحد يقول لك ان المجتمع الدولي ما له دور، هو مؤيد امريكا وكذا. لا، انا خليني افضح، انا لازم اريد كلمه منه. اريد له نسجل موقف، خليه ينحاز كالمتصهينين وغيرهم. فاذا القصه هي هذه، هناك تكامل ايراني امريكي، ادواتهم الميليشيات تبتز تنفذ تقتل تهجر وهكذا. طيب سأعود إليك بعد قليل بجزئية التقسيم وسنتحدث عنها بعد قليل، لكن أنتقل للدكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي معنا عبر الهاتف من عمان. أهلا بكم دكتور. يعني معهد نيو لاينز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية تحدث أن عمليات التغيير الديمغرافي التي تقوم بها الميليشيات تجري على قدم وساق في المحافظات البعيدة عن العاصمة بغداد كمحافظة نينوى وغيرها. ما الهدف من إجراء تغيير ديموغرافي في مناطق بعيدة عن العاصمة بغداد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيفك الكريم الأستاذ حسين سبعاوي ولا مشاهدي قناة الأفضين ولا الشعب العراقي بشكل عام. في هذه الأيام المفترجة ما شاء الله العفو والعافية لكل من في العراق والعالم الإسلامي. قضية المشروع الأنجلو أمريكي الصهيوني الثالث في العراق قضية متجذرة في التاريخ وقديمة ترتبط بمنطقة تنفذ دائما مصالح أعداء الإسلام وأعداء العرب في المنطقة. وهذا الموضوع ليس جديدا وليس الولايات المتحدة الأمريكية إلا كبديل. نحن نعلم أن المشروع الفارسي ممتد في التاريخ ولهم أحلام بإعادة المشروع الفارسي، ودائما هذا المشروع يعتمد على أيات خارجية تدعمه من الخارج تتلاقى معه في المصالح وتتلاقى معه في الأهداف كما أشار الأستاذ حسين. ونحن نسمع منذ 79 ولحد الآن الشيطان الأكبر والدعاية في الماكلة الإعلامية الصهيونية الكبيرة بأنه إيران وهي عدو للولايات المتحدة الأمريكية وهم أعداء، ولكن نحن لم نصحو من إيران جيت ولا من التعاون الاستراتيجي ما بين الكيان الصهيوني وما بين إيران في حرب العراق في عهد خمين في أواخر ما تسمى عهد الثورة اللا إسلامية في إيران التي هدفها واضح وأصبح تصديرها الآن بفعل أمريكي وبحماية أمريكية. كل المحاولات الأمريكية للتأثير على العراق منذ مشروع كيسنجر عام 74 ولحد الآن هي تنفذ بأيادي إيرانية. يعني ولو رجعنا قليلا إلى ما حصل في العراق في عام 74 نجد أن الشاه الذي هو ليس محاماً وكان أحد أدوات المشروع الأمريكي للقضاء على ثورة تموز في 68، وما حصل في شمال العراق وما تلاها يبين أن المشروع الإيراني لا يعتمد على من يحكم البلاد وإنما يعتمد بشكل أساسي على الدور الإيراني الذي مطلوب منه في العراق. دكتور هلال، دكتور إذا سمحت لي، الجهات التي الآن نراها في محافظة نينوى من أحزاب وميليشيات وتفعل ما تفعل الآن في هذه المحافظة وغيرها هي تقريبا نفسها التي صدعت رؤوس العراقيين بمحاربة داعش للأقليات وسبي الأزيديات ومحاربة وطرد المسيحيين وتهجيرهم وقتل الطوائف أو الأقليات الموجودة في هذه المحافظات.
ما تقوم به الآن هذه الميليشيات هو نفس ما قام به داعش، أو نفس ما قالت هذه الميليشيات إن داعش قام به، وهي عملية محاربة الأقليات، تهجير المسيحيين خاصة في مناطق برطلة والحمدانية وغيرها. استولوا على ممتلكات خاصة بالمسيحيين، طردوهم من ممتلكاتهم، حاربوهم، والآن المسيحيين في تناقص مستمر بسبب هذه الميليشيات. لماذا هذا التناقض؟ يعني الآن ما يتحدثون به ويهاجمون داعش نراهم ينفذونه في هذه المحافظات. ألم تكن هل دخلت داعش بغداد؟ داعش لم تدخل بغداد. من الذي هجر المسيحيين من بغداد؟ من الجابرية تحديدا واحتل منازلهم، ولحد الآن رايات الدولة التي تسمى بين قوسين الدولة العراقية، عمار الحكيم ومنظمة بدر وهذه الميليشيات هجر المسيحيين من داخل بغداد. إذن هناك مشروع حقيقة لا يعتمد على الدعاية، وأنا قلت من البداية أن الماكينة الإعلامية هي التي تدير هذا المشروع. والماكينة الإعلامية نحن ضحايا لها، يعني وليس نحن فقط وإنما معظم المنطقة والعالم العربي وتحديدا في الخليج هو ضحية لهذه الماكينة الإعلامية، بأنه إيران عدو للكيان الصهيوني وأنها مرادة لأمريكا. ولكن يا سيد الكريم، لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية باحتلال إيران ولا بضرب إيران ولا بضرب مفاعل تموز للإيراني، تمام؟ مفاعل النووي الإيراني، ضربت مفاعل تموز في العراق في ثمانينات الحرب القرن الماضي، وقامت أمريكا بعدة حروب مباشرة وغير مباشرة على العراق بمساعدة إيرانية. إذا هناك مشروع واحد وليست مشروعان أو تلاقي مصالح. هذه المناطق نسمي الأشياء بمسمياتها هي التي أدمت الولايات المتحدة الأمريكية بالمقاومة العراقية، والمقاومة العراقية التي أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن تنسحب من فلوجة وغيرها أتت تنتقم، وهذا الانتقام لن يتم إلا بهذه الإرامية. ونرجع إلى عام 2005 و2006، ماذا فعل نجرو بونتي؟ ألم يؤسس فرق من الميليشيات الشيعية المرتبطة بإيران التي كانت تعذب الأسوة العراقيين في حرب 8 سنوات، وأعطتهم الحكم وسيطرت عليهم، ولا تزال تدعم العملية السياسية التي جزء من العملية الإيرانية والنظام الإيراني الآن. هذا المشهد كله نلاحظ أن تغول الميليشيات في هذه المناطق على الجانب الاقتصادي والعسكري والنفطي والمؤسسات الآن حتى على الأملاك الشخصية، وأصبحت هناك تأسيس رسمي لما يسمى الدولة الإيرانية العميقة في العراق والشام، وهي تريد أن تحقق هذا المشروع اللي يسموه الهلال الفارسي ويجي الهلال الشيعي، لأنه كلمة الشيعة هي مجرد غطاء المشروع الإيراني القومي الذي يريد السيطرة على العالم العربي، ومشروع تصدير الثورة الذي نشر في عام 94 واضح جدا خلال 50 سنة ماذا يستهدف، من كان القوة العسكرية الداعمة لهذا المشروع. أعود إليك بعد قليل دكتور هلال إذا سمحت لي. أستاذ حسين، تحدثت قبل قليل حتى لا نتخطى هذه النقطة عن موضوع التقسيم، هل ما يقصد هنا بالتقسيم هو التقسيم الجغرافي أم تحويل هذه المناطق إلى أقاليم تابعة إداريا إلى المركز كما في كردستان؟ يعني شوف، أنت اليوم مو جبت مجموعة شتات جمعتهم وشكلت بهم نظام فدرالي أو كونفدرالي، أنت جيت على دولة موحدة مركزية بدأت تفكك بها القضية، يعني أنه إحنا مو شتات عراقيين لمونا وشكلوا بينا دولة. فإذن القصة الحقيقية هي تفتيت الدولة العراقية، تقسيم الدولة العراقية. طبعا لابد أن يكون هناك أسباب وهناك مبررات وهناك إعلام على أساس عرقي طائفي إثني جغرافي، يجدون مجموعة أسباب ووسائل لتفتيت العراق. القصة هي تفتيت الدولة العراقية، تمزيق الدولة العراقية، لأن هذه الدولة هي الوحيدة التي تستطيع أن تقف في وجه المشروع الإيراني، وبنفس الوقت هي حائط صد في مواجهة الكيان الصهيوني. هذه الدولة ذات الثقل النوعي والوزن النوعي الثقيل داخل في منطقة الشرق الأوسط لابد أن تفكك، حتى المشروعين يسيران ويتوسعان، المشروع الصهيوني والمشروع الإيراني يتوسعان في المنطقة والبقية تتفرج. أنا أفهم، لكن القصد تفتيت ضمن خريطة العراق ولا تفتيت جغرافي يتقسم العراق ويتجزأ إلى دويلات أخرى؟ لحد هذه اللحظة أنا بالنسبة لي أنظر إلى المستقبل البعيد أنه سيتفتت على شكل دويلات صغيرة تنتهي. تبقى
هناك إرادة شعبية لدى العراق وهناك وعي أصبح الآن خصوصا في مناطق وسط وجنوب العراق. هذا قد يجوز يمنع إذا ما قمع إيرانيا. إذا بقى هذا لم يقمع إيرانيا. إذا لم يقمع إيرانيا أعتقد هذا يستطيع أن يعيد العراق إلى وحدته الطبيعية إلى حد ما إلى وحدته الطبيعية ويحافظ على العراق إلى الحد الذي يحافظ. ممكن أن يكون فدراليات، ممكن أن يكون ضمن الدولة العراقية، لكن هذا المسألة يستطيع أن يحافظ على العراق. طيب. أما بغيره أعتقد الموضوع ذاهب إلى التفتيت دويلات وكانتونات وملوك طوائف. جاء في تقرير معهد نيو لاينز أستاذ حسين أن الميليشيات تقوم بتغييرات وتلاعب في سجلات النفوس في محافظة نينوى وهذه المناطق سهل نينوى ومدينة الموصل باستقدام عناصر ميليشياوية من وسط وجنوب العراق وتغيير الحالات النفوس إلى هذه المناطق، نسبهم إلى هذه المناطق. هل تعتقد أن هذا الموضوع يخفى على سلطة الكاظمي أو حكومات بغداد، أم أن الموضوع تم بموافقتهم وربما تواطؤهم أيضا؟ شوف، لا يوجد شيء تقوم به الميليشيات بدون علم الحكومة. احنا اليوم بالعراق لدينا يعني ايضا مشكلة انه الميليشيات تقول الحكومة تقول، وكأنما الميليشيات هي ليست جزء من الدولة. هذه الميليشيات ترتدي الزي الرسمي ومسلحة من قبل الدولة وتأخذ راتبها من قبل الدولة. عندما تأتي إلى النفوس وتغير سجلات النفوس وتأتي إلى شهر العقاري إلى سجل عقاري وتغير سجل، هذه معناها الدولة جاءت. لكن هل يستطيع اليوم الكاظم أن يصدر أستاذ حسين هم تابعون وفق القانون، لكن هل يستطيع تابعون وجزء هل يستطيع الكاظم اليوم أن يأمر أي فصيل من هذه الميليشيات وتتحرك هي وفق تعليماته وأوامره؟ لا، هو هناك تكامل أدوار. هناك تكامل أدوار ما بين الميليشيات وما بين الدولة الحكومة. هناك غض طرف، الحكومة تغض الطرف والميليشيات تفعل ما تريد. الحكومة لا تتحمل مسؤولية أمام المشاهد، أما قانون فالقانون الدولي هذه الحكومة تتحمل كل المسؤوليات لأن هي اسمها السلطة تنفيذية، هي المسؤولة أولا وأخيرا. لكن في العراق حتى يعطى للرأي العام بأن الحكومة لا علاقة لها، هذه ميليشيات منفلتة، سلاح منفلت، سلاح منضبط خارج القانون، ما عرفيش، هذه دولة. إذن في كلتا الحالتين إن كانت الميليشيات تقوم بعمليات تغيير النفوس ونقل أو جلب أشخاص، بعلم الدولة فالدولة متواطئة، الدولة مسؤولة، وإن كانت خارج سلطة الدولة فهي أيضا مسؤولة، هي المسؤولة. تبقى الدولة هي المسؤولة. هؤلاء يعني هذول من جول النفوس، لو كانوا لا يرتدون الزي الرسمي ولا وهم ليسوا من الحشد ولا مسلحين ولا تين قوى سياسية، هل مدير الدائرة يفتح لهم السجلات؟ هل الشرطة أو الحرس يسمح لهم بالدخول؟ لا، هؤلاء هم نفوذهم أقوى من المحافظة، أقوى من رئيس الجمهورية ومن رئيس الوزراء، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يمنعهم. إذا المعذر شنو معنى؟ معناها الدولة، معناها الدولة، الدولة عادي أنا الجزء الميليشياوي، الجزء الحكومي، الجزء الحزبي، الجزء هذه قصة جزء نتفق نختلف عنه، لكن هي الدولة. تبقى النظام من 2003 وإلى الآن هو مسؤول عن كل ما يحدث من تغيير ديموغرافي إلى قتل إلى تهجير إلى نزوح إلى انتهاك حقوق، كل هذه مسؤوليتهم بغض النظر من اللي سوى. هذا. طيب، أعود إليك بعد قليل أستاذ حسين. دكتور هلال، معهد نيو لاينز الأمريكي كشف أن ثمة تعاون أو تواطؤ أو تنسيق بين ديوان الوقف الشيعي والميليشيات الموجودة في هذه المحافظات للاستحواذ على 17 موقعا دينيا في المدينة القديمة للموصل. إلى أي حد سينعكس هذا التواطؤ على أمني واستقرار محافظة نينوى اليوم؟ هذا الموضوع، موضوع الوقف الشيعي والأماكن الدينية، هذا مشروع جزء من المخطط والسيطرة على ومد المشروع وأظافر المشروع الإيراني إلى هذه المناطق. والآن ليست العملية عملية توافق في الحقيقة، وأن هي عملية تنازل من الـ بإجبار المسؤولين عن هذه الأماكن الوقفية إلى الوقف الشيعي، الذي لم نسمع بأن الشيعة هناك موطئ قدم في الموصل القديمة تحديدا، لأن هذا جديد. ولكن فرض سياسة الأمر الواقع، وهناك تواطؤ من قبل الديوان الوقف السني أيضا اللي هو المسؤول عن وقف الأموال المسلمين في هذه المناطق إلى الوقف الشيعي، لأنهم الطرفين أطراف حكومية، يعني لا تسميني هذا شيعي وهذا سني وهذا وقف مش عارف إيش، هم هذه المؤسسات
تابعة إلى هذه الحكومة التي هي جزء من اللي هي تمثل النظام الإيراني، تمثل رسميا النظام الإيراني في العراق، وما يدور حاليا حتى في توزيع المناصب والبقاء في المناصب يذهبون إلى إيران، فما بالك بالأوقاف وغيرها. هناك شيء آخر الآن يخططون له، وهو ما يسمى طريق السبايا للسيطرة على الموصل. هناك طروحات كثيرة للمشروع الإيراني في العراق. الوقف الشيعي هو جزء من منظومة القضم الذي تمارس في بغداد وفي شمال بغداد، وفي الآن توسعت إلى هذه المناطق، والآن تمتد إلى المناطق الغربية للسيطرة على الشريط الحدودي الموازي لسوريا لتتم القبضة الحديدية على المناطق التي يشير عندها أشار عندها مشروع الصهيوني الأمريكي الصهيوني الفارسي في العراق، وهو الدولة التي تقوم دولة الكيان الصهيوني تمتد من الفرات. والآن هذا الحوض بالتحديد هي التي تقوم عليه سياسة القضم في جزئية التخادم، تخادم المصالح أو العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والدعم الذي توفره أمريكا للميليشيات الموجودة. ما الذي يمكن أن يفهم إذن من ما نراه اليوم من عمليات قصف لقواعد أمريكية، مهاجمة السفارة الأمريكية ببعض القذائف، استهداف لعربات النقل اللوجستي والمعدات وغيرها في محافظات عراقية مختلفة من قبل هذه الميليشيات التي دائما هي التي تتبنى طبعا هذا الموضوع؟ كيف يمكن أن يفهم إذن أو تفهم هذه العلاقة؟ الذي أوجد هذه الميليشيات هو موالها عسكريا ودعمها سياسيا وعسكريا وبالطائرات للولايات المتحدة الأمريكية. ولولا الدعم الأمريكي لهذه الميليشيات لما استطاعت أن تقف على قدميها. الولايات المتحدة الأمريكية هي التي قامت بتسليح هذه الميليشيات، وبعلم السفارة الأمريكية وبعلم الحكومة الأمريكية. والدور الأمريكي في استهداف هذا المشروع المسمى مشروع داعش، ومن ثم الميليشيات، وقبلها فرق الموت، وقبلها دمج الميليشيات الإيرانية أو التي شاركت في حرب الثمان سنوات مع إيران في الجيش والشرطة والأمن، ومن ثم تشكيل ما يسمى الحشد الشعبي بناء على مقترح أمريكي عن طريق سليماني إلى ما يسمى المراجع، ومن ثم الفتوى الجهاد الكفائي التي كنا نسمع بها. والآن فيما فيلق القدس وما غيره، أين فيلق القدس من القدس؟ إذن المشروع مشروع واحد. هذا الدعم وهذه الضربات الأمريكية ماذا حققت الضربات الأمريكية؟ ضربات هذه الميليشيات على السفارة الأمريكية. لا يضحكون على العالم. من أتى بهذه الميليشيات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أسسها الولايات المتحدة الأمريكية، ومن دعمها عسكريا، ومن سلحها التسليح الذي بدل المجمع من أين؟ أليست من الحكومة العراقية المدعومة من قبل أمريكا؟ لحد الآن لا أحد يستطيع أن يقف بوجه الحكومة العراقية لولا الدعم السياسي والعسكري الأمريكي. ألا تزال الولايات المتحدة تحمي هذه الحكومة ومؤسساتها وكافة المؤسسات؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة عن هؤلاء الأشخاص الذين أتت بهم من إيران ومن غير إيران وسلحتهم مؤتمر لندن؟ أليست هم هؤلاء نفس الأشخاص؟ هذا القضية أنهم يضربون هنا وهناك. الذي ما اعترضت به الحكومة الأمريكية هو مجرد تضليل للرأي العالمي. لاحظ أنه ترامب وعمل ترامب وقاتل ترامب وإلى آخره، تنتهي السياسة الأمريكية. طيب حتى أستثمر هذا النقاش طالما نحن في هذه النقطة، ما الذي أيضا نفهمه من محاولات السياسيين الأحزاب التي ترعى هذه الميليشيات أو زعماء هذه الميليشيات بالضغط على إخراج القوات الأجنبية من العراق؟ وهنا بالأجنبية هم يقصدون فقط الأمريكية منها. لماذا؟ أخي الكريم، هذا الكلام اللي هم يقولون بالإعلام الضغط على إخراج القوات الأمريكية وهم يتوسلون بالسفارة الأمريكية، الكلام مضحك على الذقون. بعد ما يعبر الشعب العراقي، هذا واضح جدا. تدخل الأجنبي في العراق وهم ولاء مطلقا لإيران وميليشيات إيران وفيلق القدس والاغتيالات لكل من يظهر على الساحة في كربلاء وفي النجف وفي الناصرية وفي البصرة وفي الكوت وفي بغداد وفي المحافظات، تسميات مختلفة لدور واحد. المشروع الأنجلو أمريكي الصهيوني الفارسي في العراق قائم على قدم وساق دعم الأمريكي الصهيوني. أعود إليك بعد قليل دكتور هلال. أستاذ حسين، عندك تعليق على هذا السؤال؟
يعني بداية الولايات المتحدة ممكن أن تضحي بعشرات الجنود، مئات الجنود مقابل تحقيق هدف. نعم. تضحي بسفراء، بوزراء ضحت مقابل تحقيق هدف. بعد ما تقوم الميليشيات بضرب بعض الطرق الأرتال اللوجستية والقواعد وإلى آخره، ممكن ممكن، ولكن لحد هذه اللحظة كم عدد الأمريكان الذين قتلوا؟ لا يتجاوز الآحاد. بل تقول الولايات المتحدة أن من يقتل هم العراقيون، من يقتل هم العراقيون. نعم، في قاعدة بلد قالت لا يوجد. هذه وحدة. بالنسبة لإخراج الولايات المتحدة، ويجب أن تخرج الولايات المتحدة من العراق، ويبقى العراق صاحب سيادة. هو من جاب الولايات المتحدة إلى العراق؟ من طلب منها؟ الولايات المتحدة ليست شركة استثمارية لدى هؤلاء الميليشيات حتى يقول لها بالتليفون تعالوا شيلونا النظام اللي موجود، احتلوا البلد، خلصتوا، بالتليفون يرجعونهم. هي ليست شركة يعني مسلحة تعمل لدى هذه الميليشيات. نعم. بل هذه الميليشيات هي الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة لتدخلها في أقدر أبواب التاريخ وتقذف فيها إلى مزبلة التاريخ عندما ينتهي دورها. هؤلاء لا يستطيعوا إخراج الولايات المتحدة. نعم. وهم بنفس الوقت لا يريدون إخراجها. يريدون أن يقنعونا بأن المثلث، المنطقة الغربية التي قامت الأمريكان اليوم يريدون بقاء الولايات المتحدة، ونحن نريد إخراج الولايات المتحدة. التاريخ لا يكذب أبدا. من جاء الولايات المتحدة معلوم، ومن توسل بها معلوم وكيف وصل. واليوم الذي يطالب الولايات المتحدة بالخروج، الولايات المتحدة ليست شركة مسلحة يعني أمنية تعمل لدى قيادة هذه الميليشيات حتى تخرج وتذهب. طيب. متشاء عام 2009 خرجوا من العراق. من الذي جاء بهم؟ المالك. 2014 توسل بهم. داعش. قبل 2014 لا 2011 لما كان الخروج. نعم. نعم. لكن متى دخل؟ عندما شكل التحالف. نعم. نعم. على داعش احتلت. بالضبط. بالضبط. توسل بهم المالكي وجاءوا. إذن هو الموضوع، هو المشروع أمريكا هم أدوات فيه وليس العكس. نعم. ليس العكس. أما كل ما يقال بالإعلام، نعم أنا أتفق مع الدكتور هلال بأنه الحرب الإعلامية والكلامية هذه كذبة لا يخدع بها الشعوب. نقطة واحدة بس أحب أكد عليها على ما قاله اتحاد الإذاعات في إيران، اتحاد الإعلام الإذاعات في إيران ليس من مسؤولية رئيس الجمهورية ولا من مسؤولية وزير الإعلام، مسؤولية خامنئي شخصيا. بمعنى رئيس اتحاد قنوات الإعلامية في إيران وحلفاء اللي موجودين هنا يأتمر بأمر المرشد دستوريا. أنا مو أتكلم لك يعني. نعم. قانون وقرارات. دستور الإيراني ينص على أنه رئيس الاتحاد الإعلامي قنوات الإعلامية لإيران يعينه فقط الخامنئي، وبالتالي ما ينقل هو توجيهات. نعم. حتى رئيس الجمهورية. نعم. أنا بس أريد أعطيك أنه قيمة الإعلام لدى خامنئي والمشروع الإيراني مش قد. رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يعين مسؤول. نعم. على غرار رئيس هيئة الإعلام. طيب. يعني. خلينا بالتقرير الأمريكي معهد النيو. نعم. لاينز كشف أن السياسيين اليوم المحليين الموجودين في المحافظات المستعادة. نعم. يتعاونون بشكل كبير مع هذه الميليشيات. في وقت كانوا عندما شكلوا الصحوات كانوا يتحدثون عن دفاعهم عن أبناء مناطقهم. لماذا نرى هذا التخادم اليوم بين أبناء هذه المحافظات الذين أو من يمثلون هذه المحافظات الذين يرون بأن هذه الميليشيات هي التي تستبيح الأراضي والممتلكات وهي التي تطرد الناس وتعتدي، بل حتى فرضت صلاحياتها وسلطتها على المسؤولين نفسهم المحليين؟ لماذا يرضون على أنفسهم أن يكونوا في هذه الزاوية؟ هنا أريد أقسم لك الناس بهاي ثلاث أقسام. قسم مغلوب على أمره ما يستطيع أن يتكلم، وهو المواطن العادي. نعم. ما يستطيع، ما يقدر يتكلم معه، يفوت عليه أبو العصائب وأبو السرايا بسامرة وغيره، ما يقدر يتكلم. نعم. قسم آخر بالمصطلح العراقي يسموهم ذيولة، ذيل. هذا النوع يبقى في كل بلد وعبر التاريخ. لكن مهما يكن هذا النوع من الذيولة وهؤلاء الناس اللي يعيشون التبعية. نعم. والخيانة لمناطقهم، لن يستطيع أن يغيروا حقيقة أنه هذه الميليشيات. نعم. هي الوجه الثاني لداعش، وهي تقتل المواطنين وتسلب أملاكهم ومن يتعاون معهم ما هو إلا تابع ذليل، وتبقى الأغلبية الساحقة من هذه المدن هي رافضة لتواجد هذه الميليشيات. الأغلبية الساحقة. لكن كما قلت لك الإعلام محدد أي قنوات تفوت. هسه اليوم كم قناة؟ يا قناة تقدر تفوت السامرة، مو حي الله قناة. يا قناة تقدر تفوت تصور بالموصل إلا تشيل اللوجو وتحول كذا. إذن الإعلام مسيطر عليه. طيب. وجاءوا بها لو جعلهم واجهات الآن في المكاتب الاقتصادية في الموصل. نعم. نعم، لابد أن أكون ناس
يعني نفوس صغيرة، نفوس مريضة تتعاون مع هؤلاء، لكن هذه القضية لا تعمم، لا تعمم أبدا. أما السياسيين اليوم من المعيب على سياسي سني أن يقول أنا أذهب لأدافع عن القضية سواء السنية أو العراقية، معيب جدا. اليوم المواطن العراقي عندما تذكر له قضية الانتخابات والمرشح لا يخطر بباله إلا شيئا، فساد ومصلحة شخصية، غير هذا لا يخطر بباله، لا يخطر بباله. طبعا أنا أتكلمك مع الناس الزينين يعني اللي هم شوية إلى حد ما، هذا المواطن العراقي ما يخطر بباله غير هذا. حتى من يجي عليه يقول أنا أريد أرشح، يقول أنت تستفاد، ما يقول له لا قضية انتهت بعد التجربة، لا انتهت، مو تجربة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة. فإذا تجاوزت الأمر هذا، فإذا لا يوجد من يمثل القضية العرب السنة أو المجموعين المضطهدين داخل العراق بأي من أي شخصية سياسية مرشحة طيب في البرلمان. إذا جئنا للحديث من ناحية استفادتهم هم الشخصية، نعم، لماذا يرضون على أنفسهم أن يفقدوا سيطرتهم على هذه المحافظات التي بكافة مقدراتها ومخصصاتها هي لهم، يفقدوها للميليشيات التي الآن تسيطر والآن تتوسع وتريد اليوم أن تغير طبيعة هذه المحافظات؟ يا سيدي هم يتسابقون على إرضاء الميليشيات. صلاح الدين اليوم كم واحد يسقط بالآخر لعله يصل إلى رضا الميليشيات حتى تخلي محافظ. اليوم السياسيين السنة، السنة اليوم في الموصل يعني يطلبون ودها حتى يقدم خدماته، ممكن يقول لهم أنا أقدم أفضل من الآخر بالسرقة والفساد، بالسرقة لا يعطيهم تمدد، يعني مثل يقول هذا بدلكم النفوس أنا أعطيكم على ودكم للمديرية العامة للنفوس، الآخر يقول لهم ودكم المديرية العامة للعقارات. إذن أصبحوا موظفين، أدنى موظفين حثالة، مو موظفين عادي، لكن موظف محترم، لكن هؤلاء هم أدوات موظفين حثالة، يعني يطلبون ودها. طبعا يعرفون أنهم لا مستقبل لهم في العراق ولا في هذه المناطق، يدركون جيدا لهم، وحتى يمسوا عوائلهم يصيبون عوائلهم من هذا السوء، لأنه عادة ما الشر يعم، شر هؤلاء سيعم حتى على عوائلهم، لأنه الخيانة تاريخ، يبقى ابن فلان، أم فلان، زوجة فلان، تبقى هذه. هؤلاء دخلوا من هذا الباب، فاليوم هم يطلبون ود الميليشيات وأصحاب الفصائل حتى لعله يحصلون على كرسي مؤيد من قبل هؤلاء. دكتور هلال، لماذا رضي من يمثلون المحافظات المستعادة، المحافظات المنكوبة، أو خلينا نوصفهم بالتوصيف الشائع اليوم بينهم بين السياسيين، السياسيين السنة الذين يمثلون هذه المحافظات، لماذا ارتضوا على أنفسهم أن يفقدوا مكانة السنة في المجتمع العراقي، قيمة نصف المجتمع ونصف الدولة العراقية من ناحية التعداد السكاني؟ أيضا كما قال الأستاذ حسين، يتسابقون اليوم لإرضاء الميليشيات، إلى أي حد وصلوا بتخاذلهم وانبطاحهم أن يذلوا أنفسهم ويذلوا المجتمعات التي يمثلونها بهذه الطريقة؟ هي المصلحة الشخصية بكل تأكيد. الإنسان عندما يفقد مبدأه ويفقد عقيدته ويفقد كرامته أمام المادة يصبح عبد الله، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ما معناه بأنه عندما أسي به إلى المسجد الأقصى الذي يسوق حاليا سأل جبريل عن الدنيا، قال إنه تستعبدهم فيصبحون عبد الله، وهم هؤلاء عبيد الدنيا، هؤلاء باعوا دينهم بدنياهم، فما أكبر خسارات في الدنيا والآخرة. اللي تفضل به صالح حسين أن هؤلاء عار على أهلهم وعلى عائلهم، هذا ما يفكر بهذا، هذا لا يفكر بهذا، يفكر كم دولار يدخل في جيبه عندما يبيع هذا المقدس، أو الذي باع دينه بدنيا باع كل شيء وخسر كل شيء. هؤلاء لا يمثلون السنة، واللي موجودين في الحكم لا يمثلون الشيعة. نحن الآن في ثورة عارمة في جنوب العراق، واكتشف العالم أجمع ما عدا المنافقين المقابلين للمشروع الإيراني في العراق من المستفيد من وجود هؤلاء السياسيين في العراق؟ هو الشعب العراقي بكل أطيافه. الآن العملية أصبحت الميزان واضح، السؤال الأكبر أهمية، هل يستطيع الميليشيات أن تفعل ما تفعل في جنوب العراق الآن؟ لا، لأنه الأغلبية الرافضة للميليشيات هم الآن هم المنشأ لهذه الميليشيات. فبالتالي يعني من ناحية السكان فهم يرفضون جميعا، إن كانوا في المحافظات الغربية إن كانوا في جنوب العراق يرفضون الميليشيات، لكن هل تقصد بأنه
يعني طبيعة الضعف اليوم التي نراها في المحافظات الغربية جراء محاربتها، الحرب التدميرية، خطف الكثير واعتقال الكثير من رجالها، وبالتالي أصبحت ضعيفة مسيطر عليها على عكس الجنوب؟ أخي الكريم، الجنوب مهما كان الآن الثورة العارمة في جنوب العراق لو حصلت مثيلاتها في أي محافظة صينية لتم الإبادة مباشرة بالجيش والشرطة والنفس، نكون صريحين وواضحين جدا، لأنه فشل المشروع الإيراني في جنوب العراق ترى هو أكثر ضررا على إيران من محاربة أهل المناطق الغربية وبين هلالين السنية للمشروع الإيراني. لكن الآن هذه الميليشيات خرجت من هذا المحيط الفاسد لكي تمتد إلى هذه المناطق بسبب تواطؤ ما يسمى السياسيين الذين تم شراؤهم بالمال. أنت تعرف جيدا أن كل هؤلاء المشاركين بالعملية السياسية تم شراؤهم بالمال، تأخذ راتب وتصمت عن كل شيء، بل على العكس بدأوا يطبلون، لأن هذه الميليشيات تحمينا من أين تحمينا؟ هذه المناطق قاومت الولايات المتحدة الأمريكية الدولة رقم واحد بالعالم. يأتي ميليشياوي مرتبط بإيران حتى يحميني، هذا الكلام لأنه المراد الانتقام المربع، وهذا الانتقام المربع الذي الآن هل يستطيع سياسي عراقي يقول لماذا لم يستطيع أن يحل مشكلة جرخ الصخر؟ أليست بيد إيران؟ أليست هناك سنة فيها؟ أليست الموضوع أصبح واضح؟ الآن سؤال آخر، كم عدد المعتقلين الذين في السجون الحكومة الحالية من أهل السنة؟ كم عدد المهجرين خارج العراق من أهل السنة تحديدا؟ إذن هناك مشروع قال المالكي. هل تستطيع أي جهة سنية اليوم داخل العملية السياسية أن تحل أي ملف من ما تفضلت به؟ نعم، هل تستطيع أي جهة اليوم من يمثلون السنة أو يقولون أنهم يمثلون السنة داخل العملية السياسية أن يشرفوا أو يكونوا طرفا في حل أي من الملفات التي تفضلت بذكرها، المهجرين، المعتقلين، النازحين وغيرهم؟ لا هم جزء من، وبالعكس هم جزء من جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. لو كانوا جزء من الحل لم يبقوا في هذه الحكومة يوما واحدا، لأنه لا يرتضي الإنسان النزيه الشريف أن يدخل في قدر فاسد، فالذي يرتضي أن يكون ضمن القدر الفاسد فهو فاسد، وإن كان أنزه مما يكون، لأنه ارتضى لنفسه أن يأخذ الرشوة وأن يصمت عن الحق وأن لا يقول كلمة الحق إلا في مجالات الدعاية قبل الانتخابات، كم يوم يقوم يتاجرون بالنازحين والمهجرين وما إلى فيه والتعيينات وما إلى ذلك. وهو الآن أخي الكريم هذه الذمم الفاسدة التي تشترك بعملية الفساد الأكبر في الدولة، الفساد التي أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية في العراق. بالمناسبة لاحظ أنه ما يجري في العراق هو تحديدا ما ذكرته المس بيل في ثلاثينات القرن الماضي، سنجعل مدى العراق وحدة إدارية منفصلة عن العالم العربي. لاحظ هذا النص تحديدا وما يجري في العراق. إذن أي من يرتبطوا يربطوه بإيران، وإيران من قادها إلى أن تكون هكذا وتسيطر على الأحواز؟ بريطانيا، والآن البديل الأمريكان، وهكذا. إذن هو مخطط. أعود إليك بعد قليل دكتور هلال. أستاذ حسين، بحسب تقرير نيو لاينز، معهد نيو لاينز، قال بأنه الميليشيات اليوم أصبحت دولة موازية بل متغولة على الدولة التقليدية وخاصة في المحافظات المنكوبة. هل يعني هذا أننا سنشهد وضعا كما عاشه العراق قبل 10 حزيران 2014؟ وأربطه بتقرير لهيومان رايتس ووتش قالت فيه بأن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحشد في المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية توازي ما قام به داعش. صحيح، داعش الميليشيات وجهان لعملة واحدة، والممول واحد، والمشروع واحد، وهي إيران. اليوم ماكو أحد يقدر يقول لي أنه لا يوجد معسكرات لداعش في إيران، لا توجد قيادات لداعش في إيران، لا يوجد تخادم بين المشروع الداعش والمشروع الإيراني. وكذلك الميليشيات، الميليشيات أكثر ارتباطا من داعش بإيران، لأنه أصبحت رسميا مرتبطة. كل الأمور متوقعة، أنه أصبحت الميليشيات هي دولة داخل الدولة، هي ممكن أن يعاد سيناريو شبه بداعش في 10 حزيران 2014. هذا كله يعني كل هذا الأمر هو وارد. لكن يبقى العامل الخارج الدولي الآخر هو سيكون فاعل في تحديد هذا الأمر. يستطيع أن يلجم الميليشيات ويحفظها،
أما الحكومة لا يمكن أن يعول عليها. هل يرغب المجتمع الدولي أو خلينا نقول الولايات المتحدة داك من المجتمع الدولي، هل يرغبون بتحجيم دور الميليشيات في العراق؟ لحد هذه اللحظة لا يرغبون، وهم من دعم الميليشيات وهم من درب الميليشيات. نعم هم يدعمون، لكن هل يرغبون بتقليل توسعها؟ لا أعتقد لحد هذه اللحظة لا، يعني ما زال هناك يعني مهام تقوم بها هذه الميليشيات، فبالتالي طالما المهمة لم تكتمل فبالتالي لا داعي لحل هذه الميليشيات ومحاسبتها. أنت تصور كونغرس يدعم الميليشيات؟ يعني سأتحدث عن ويدربها هذه النقطة. يعني ويدربها. سأتحدث عن هذه النقطة، لكن فقط سؤال سريع. هل الموضوع متعلق بطبيعة من يحكم في الولايات المتحدة إن كان الديمقراطيين أو الجمهوريين هم الذين يحددون؟ يعني فترة ترامب كانت فترة ذعر لهذه الميليشيات، استطاع أن يقتل سليماني والمهندس أصابهم بالذعر والارتباك. اليوم بايدن مع نظام أوباما ونفس السياسة سياسة الديمقراطيين. إذا الميليشيات طالبت بإخراج القوات الأمريكية واستهدفت بعض الأهداف في عهد ترامب وعلى أنه معادي كذا، على العكس بايدن هو أصل المشروع يعني الذي يعني المتحالف مع إيران، وهو أصل الدولة الأمريكية الطالبة لهذا الأمر، هو تفتيت الدول العربية تخادما مع إيران، تمزيق الدول العربية خدمة لإسرائيل، هذا مشروع بايدن، تمزيق العراق مشروع بايدن. هذا ما يجب أن نعرفه. إذن هو سيكون داعما للميليشيات، داعما لهذه الميليشيات، داعما لهذه الميليشيات، وبنفس الوقت هذه الميليشيات ستفتعل مشاكل أخرى وأخرى وأخرى، وقد يجوز تتمدد. أنت لاحظ الخريطة اليوم من إيران إلى سوريا، أصبحت إيران مسيطرة على هذا الخط كامل. إيران ديالة، لأنه ما بين ديالة وإيران، ما بين بغداد عن طريق ديالة وإيران 61 كيلو 65 كيلو متر، أقل من ساعة. إيران ديالة سامرة حضر تلعفر سنجار طريق سبايا سوريا، أقصر طريق وطريق آمن سيطرت عليه بالكامل. هذا المشروع لماذا؟ لدعم بشار، لدعم لبنان، لتفتيت الدولة اللبنانية الآن المتصدعة، لدعم بشار لأن الثورة السورية اليوم، الحوثيين في اليمن، نعم الحوثيين في اليمن عن طريق البحر، فإذا هي سيطرة خارطة كاملة. طيب سؤال سريع حتى نستثمر الوقت مع حضرتك، ذكرت نقطة الكونغرس، الكونغرس صوت في تسريبات على وقف الدعم المقدم إلى العراق، دعم شهري بقيمة 700 مليون دولار، منها مخصصة 200 مليون دولار تذهب إلى الحشد الميليشيات وعلى رأسهم بدر، والمتضرر كان هادي العامري وفق التقرير. هؤلاء الذين يدعون المقاومة اليوم وهم يدعمون أمريكيا، ألا يستحون على أنفسهم أن يفضحون بهذه الطريقة ولا يزالون مستمرين؟ أبدا ما يستحون ولا يخجلون، ويعطوا لك كذبة أخرى، يأتون بكذبة، والأمريكان أيضا ما يستحون. الأمريكان متقصدين صربوا هذا الخبر، متقصدين يعني. وبالمناسبة بس بدر شالوا عنها يعني البقية ترى ما زال الدعم مستمر. لا بس بدر بالعراق، بس بدر بدر مخلص، هذا ما عجبهم، صار لهم 30 سنة اشتغلوا من وقت إيران وإلى الآن، قالوا لهم كافي. وقد يجوز بدر ادركوا أنه تملك مليارات ما محتاجة للمال، فبالتالي لا هم يستحون ولا الأمريكان يستحون، وهذه هي حقيقة كل ما يجري يعني خلاف الحرب الكلامية التي يدعونها الأمريكان والسيطرة الأكبر والموت لأمريكا أمريكا. والموت ما يقولون لا موت بايدن، قد يجوز بعد مدة يقولون موت. كل هذه كذبة أخي، وهم ما يخجلون، وهم دربتهم الولايات المتحدة لهذا المشروع تفتيت دولتهم ودول المنطقة العربية. دكتور هلال، يعني في التقرير أيضا هناك حديث عن أن سيطرة الميليشيات على الأمن والعقارات والبنى التحتية والتعليم في شمال وغرب العراق يأتي في سياق الاستراتيجية الإيرانية للهيمن على المنطقة الممتدة من إيران وحتى البحر المتوسط. الآن نحن نرى تنفيذا لهذا المشروع، لكن ما مدى فرص نجاحه اليوم في ظل المعطيات الموجودة على الأرض في العراق؟ لاحظ أنه هذا المشروع دائما هو كلما ضعفت الدولة العراقية، وهذا حتى في قبل الإسلام وفي الحضارات العراقية القديمة، كلما ضعفت السلطة في العراق كلما امتدت إيران بأساليب عديدة. وإذا رجعنا إلى نفس الترتيب الإيراني في عهد الدولة الأموية مثلا، أنشأت ما تسمى فرق شبيهة بالحالية، ومن حركات الرضاق وغيرها تقوم بنفس الأعمال اللي تقوم بها. إذن هو مشروع ممتد
كلما قوت شوكة العراق انكفأ هذا المد الإيراني أو التوسع الإيراني، والعكس صحيح. يعني الولايات المتحدة الأمريكية عندما قام مشروع كيسنجر ارتكز على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى هي حرب النيابة الأولى والثانية والثالثة ومن ثم، وهذا اعتراف واضح لمدير رئيس جهاز المخابرات تشارلز تينت، لأن نحن قدمنا تقرير إلى الإدارة الأمريكية أو الجهاز السفلي بأننا لن نستطيع أن نغير نظام الحكم في العراق عن طريق الأساليب القديمة من حروب النيابة والمؤامرات الداخلية، ومن ذلك إذا هناك الانتقاء إلى الاحتلال المباشر. الآن هذه قوة العراق، قوة الشعب العراقي وإرادة الشعب العراقي هي الحلقة الأكثر تضامنا والأكثر قوة في طرد هذا المشروع، والتي بدأت في طرد التشرين التي عليها الحرب تشن بشكل شرس. الآن نحن نلاحظ أن كل الذين أتوا إلى أماكن الإعلام السياسي في العراق وإلى آخره نحن وضد ومع إيش، ولكن لا تزال الاغتيالات قائمة، لا تزال اليد الإيرانية تطول قادة الثوار في كربلاء، والأمس وقبل أمس قتلوا واغتالوا صحفي واغتالوا أحد الناشطين، وهذا الأمر يستمر. ولكن أنا أقول لك أن الظالم يده قاصرة، يعني يد الله مفتوحة، الله سبحانه وتعالى لن يجعل للباطل صولة على الحق أبدا، ولكن علينا أن نتمسك بثوابت وطنيتنا كعراقيين، وأن نتمسك بشيء واحد، لأن كل ما من على هذا شدة هذا الحكم وفاسد وأتى بأمر أمريكي، فعلينا أن لا نفصل ما بين المشروع الإيراني والمشروع الأمريكي. دكتور هلال أنا أشكرك، الوقت شارف على الانتهاء، شكرا جزيلا لك دكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. أستاذ حسين لدينا ثلاث دقائق، سؤالين. نعم. السؤال الأول، ذكر التقرير أن هناك أدوار لحكومات ما بعد الاحتلال، المالكي، العبادي، هادي العامري، عادل عبد المهدي عفوا، وأخيرا مصطفى الكاظمي. هذه الأدوار تعاظمت خلالها نفوذ الميليشيات وسطوتها. برأيك من أكثر شخصية من هؤلاء برزت في فترته الميليشيات ووصلت إلى ما هي عليه اليوم؟ شوف، جميعهم أدوا أدوارهم بطريقة مثالية. نعم. واحد هيئ الميليشيات، واحد سمح بضمها إلى تشكيلها كقوة أمنية ضمن الحشد، وواحد جعلها من قوة أمنية ضمن الحشد أن هناك ألوية باسم الحشد وهناك فصائل بنفس الاسم. فإذا جميع هؤلاء قاموا بأدوارهم على أفضل وجه. لا يمكن أن نقدم واحد على الآخر. البعض يقول العبادي تشكلت في عهد الحشد، بينما الآخر يقول لا، المالكي هو أو أكثر دموية وأكثر طائفية، والآخر يقول عبد المجيد. أنا أقول جميعهم أدوا أدوارهم على أفضل وجه في خدمة هذه الميليشيات وهيمنتها على العراق. سؤالي الأخير لك أستاذ حسين، وهذا السؤال حقيقة نخرج به قليلا من موضوع التقرير لكن لا زال مع الميليشيات. ما يحدث اليوم في فلسطين، سؤال سريع. نعم. الشعب الفلسطيني اليوم يعاني تحت بسبب بطش الصهاينة. نعم. وأدعياء المقاومة اليوم في العراق قادمون يا أقصى، وطريق القدس يبدأ من كربلاء، وسنصلي في المسجد الأقصى وما إلى ذلك. أين هم بصواريخهم بأسلحتهم؟ هذه الصواريخ ما وجدت إلا لضرب المسلمين، وخصوصا السنة في اليمن وفي سوريا وفي العراق. ليعلم المشاهد العربي أن هناك سبع تحالفات قامت بها إيران مع الغرب ضد العرب المسلمين. تحالف من زمن هولوكو عام 1258 عندما اجتاح بغداد ودمرها. تحالف هبسبورغ، تحالف لويس في الحملة الصليبية في منطقة الشام كان أيضا تحالفه مع الإيرانيين، تحالف البرتغالي مع الصليبيين في منطقة الخليج عمان، منطقة عمان، التحالف الخميني الشاه مع البريطانيين وكان على أثرها نهاية منطقة عربستان وأخذتها إيران ثمنا لهذا التحالف، والتحالف الأمريكي الخميني. هذا التحالف يبقى مستمر الغربي سواء كانت بزعامة الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا ضد هذه المنطقة. فعلى المنطقة يجب أن تكون محصنة من هذا الفكر ومن هذا الدعم ومن هذا الإعلام، وتنظر إلى هذا إلى هذه الجهة كعدو، لا صديق ولا جار. أستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي معي في الاستوديو، أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة معنا
مشاهدينا الكرام، أشكر حضراتكم أيضا شكرا جزيلا لطيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.